نهائي الدوريات التي نعيشها اليوم الجمعة طبعا تندرج في إطار برنامج تم تفطيره بقطعة البرنوسي، وهو غني من حيث الأنشطة، سواء تعلق الأمر بأنشطة رياضية ومثيلاتها على مستوى الفني الثقافي الاجتماعي، وهو طبعا برنامج غني تشجيع الأنشطة الثقافية الرياضية وغيرها، ينصب في إطار اهتماماتنا كمجلس وكمدبرين للشأن المحلي. وطبعا هذه تتزامن مع تخليد الشعب المغربي لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. الرأي العام على مستوى السيد البرنوسي لافت النظر أننا كمجلس نقوم على مستوى البنية التحتية وغيرها من المشروعات والأوراش المفتوحة منذ سنة تقريبا، وهذا النهج لا يمكن أن يقتصر فقط على تهيئة المساحة الخضراء والبنية التحتية الطرقية ومختلف الأوراش الإصلاحية، ولكن كذلك نعتبر أننا كمجلس يهتم كذلك بالجانب المتعلق بالارتقاء بالأداء على المستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي. واليوم طبعا هذه النهاية هي تتويج لهذا المجهود، وسوف تتلوه طبعا مستقبلا ولاحقا مجموعة من الأنشطة خصوص السنة المقبلة. فهناك برنامج تم تسطيره برسم السنة 2022، وكذلك الأمر سوف يكون بخصوص سنة 2023 وباقي السنوات اللاحقة خلال هذه الولاية. أول حاجة هاد البطولة اللي دارت هي بطولة ديال فرق كرة القدم داخل القاعة، درنا واحد الدوري تمهيدي قبل البطولة ودرنا فيه 8 الفرق. النهائي ديالو اليوم كان كان ما بين دفاع القدس ونجم القدس، فاز دفاع القدس بفرق 4 أهداف. أول حاجة الحمد لله أول هذه تجربة درنا مع التنسيق مع المقاطعة، درنا بالتنسيق مع المقاطعة وكانت ناجحة. الفينال داز في واحد الجو رياضي، وكان كان حضور جميع الفاعليات. هذه تجربة درناها وغادي نوليو إن شاء الله كل سنة نعاودوا نخدموا عليها، وكنتمنى والله من يدار من عاوتاني. جات في واحد المناسبة درنا الفينال في مناسبة ديال عيد الاستقلال، كنشكروا كاع مقاطعة السيد البرنوسي على التعاون ديالها مع جميع الفرق ديال كرة القدم داخل القاعة. كنشكروا الجمهور والناس كاملين اللي كيلتفوا حول هذه اللعبة. أول حاجة تنشكروا مجلس مقاطعة السيد البرنوسي على هذه البادرة الجميلة اللي جمعت الفرق ديال الفوتسال ديال داخل القاعة ديال الجامعة في هذا الحي الجميل. بادرة زوينة كان فيها واحد التنافس واحد الروح رياضية ما بين جل الفرق، وكما شفتوا النهاية كانت نهاية في روح رياضية جميلة، كانت فيها أجواء رياضية. نتمنوا هذه المبادرات أنهم يتعاودوا ويتكرروا ويستافدوا خصوصا الشباب ديال 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 هذه المنطقة. لا بصح أنها بادرة جميلة، لأنها أول حاجة تنتعرفوا بيناتنا الفرق، وكذلك مع المسيرين ديال الرياضة في هذه المنطقة. بغينا تكرر أول حاجة كانت فاتنا بزاف أننا وجدنا البطولة ديال العصبة، خصوصا حنا للفريق الفائز ديال دفاع القدس تلعبوا في القسم الممتاز، كانت فرصة أننا باش نوجدوا واننا نخدموا مع هاد الشباب ما بحال هاد البادرات اللي زوينه، وتنتمنوا انها تكرر كثير. الحمد لله بعد مرور ديال هاد الجائحه على البلد ديالنا بدات جل المقاطعات وجل دور الشباب الشيء انطلاق مهرجانات وانشطه ترفيهيه للمواطنين، لان هناك كانت مراسلات في هذا الموضوع باش تقليص من هاد المصاريف هذه. الحمد لله دابا بعد رفع هاد الجائحه
بدات هذه الانشطه تعرف النور، وكنتمنوا مع الله باش نجيبوا انشطه في المستوى اللي غتناسب الساكنه ديالنا واللي غتكون في المستوى. احنا بالنسبه لنا منذ البدايه ديال العمل ديال المجلس دارت لقاءات تشاورية، كنعتبروها لقاءات أولية اللي مازال لقاءات كثيرة خصنا نعملوا عليها. احنا الخصوصية ديال المنطقة ديالنا وفيها مجتمع مدني هو أصلا رائد، ومجتمع مدني عنده تاريخ وعنده واحد التواتر في العطاء، وبالتالي لا عمل جماعي ولا لا عمل للمنتخبين دون اشراك النسيج الجمعوي والمجتمع المدني اللي احنا الثمار ديالو اللي خرجنا منه. احنا منفتحون كل انفتاح على جمعيه المجتمع المدني وعلى الاشاره ديالهم في اي فكره او اي تصور. الباب ديالنا مفتوح كما كنقولوا دائما، مرحبا بجميع الجمعيات الفنيه الثقافيه الرياديه، مرحبا بجميع البرانسه في مجلس مقاطعه السيد البرنوسي. بالنسبه للمقاطعه كمقاطعه، السيد الرئيس كيحرص دائما في التوجيهات اللي كيعطينا احنا كمكتب مسير، كيحرص على انه الجميع يشرك والجميع تخذ بقراراته. وحنا السنه الاولى كتكون سنه من بدايه المجلس ما نقولوش متعثره، وانما السنه ديال واحد مجموعه من الترتيبات وواحد مجموعه من المخاضات للذهاب في السير العادي. انا كنقول بانه سنه 2023 معتزمون احنا كمجلس مقاطعه السيد البرنوسي على تفعيل التشاركيه بنسبه كبيره ان شاء الله، وتفعيل العمل ديالنا بنسبه كبيره ان شاء الله، لانه اي مجلس لا بد ليه من واحد يخلق واحد نوع من الانسجام بعد بين المكونات ديالو بمختلف المشارب ديالها. والمجلس كما قلت لك احنا بالنسبه لمقاطعه البرنوسيه مقاطعه رائده في هذا المجال، ومقاطعه اللي عندها واحد التاريخ في تدبير الحياه الجماعيه وتدبير الاقليم، وحنا حتى على مستويات اخرى من غير الشق الثقافي. راه حنا الان في ظل سنه راه كلشي البرانسه يشهدون بانه المجلس يخطو بخطوات ثابته في واحد مجموعه من القطاعات، من بنيه من مساحات خضراء، من تأهيل لمرافق الشق الثقافي والرياضي. هذا الشيء بطبيعة الحال ستبرز قيمته عبر الشهور والسنوات المقبلة إن شاء الله. وبالنسبة لنا احنا في البرنوسي، أنا تنقول بالنسبة للحوايج اللي ما داروش في المجالس الأخرى ويمكن احنا بغينا نديروها، هو نرجعوا للبرنوسي من خلال العمل ديالنا ومن خلال تأهيلنا للبنية التحتية، نرجعوه قطب ورجعوه يضاهي مقاطعات كبيره في الدار البيضاء لا على مستوى البنيه. ما كرهناش حتى حنا يوليو يجيو الناس يقول لك نمشي نشرب قهوه في البرنوسي، بغينا حنا الكورنيش ديالنا في البحر، بغينا نوليو واجهه سياحيه كبيره، بغينا كما الجنوب في عين دياب بغينا الشمال حتى يولي في عين دياب جديد اللي هو سيد البرنوسي، ويولي عندنا ملعب كبير ويولي عندنا تطورات اللي هي كتسمح باش نكونوا من مصافي المقاطعات الرائده. وانا كنعتقد باننا حنا الاجمل ما عندنا حنا سياسيا هنايا هو ان مجلس يكمل مجلس، لان المجالس اللي سبقتنا ما يمكنش تنفي بانها قامت بادوار وقامت باشياء اللي هي كثيره، وحنا جينا باش نتمموا هذاك الشيء، وهذا هو التواتر. حنا ما جيناش باش نرجعوا للور ولا نعاودوا البرامج اللي هي جيده جينا باش نكملوها، واللي هي يعتريها النقص جينا باش نقوموها. حنا بالنسبه للخصوصيه هذا العام اللي كاينه في هذا المجلس، هو ان ولاد المنطقه ملي تيكونوا كتضربوا من الغيره على المنطقه وكتشدوا الكبده عليها، لان علاش؟ تربوا فيها طفوله، ربما تحرموا في هذيك الطفوله من واحد المجموعه من الاشياء، بغاو الاجيال الاخرى يجيو يلقاو حدائق في المستوى، يلقاو حديقه حيوان مثلا مجاوره في المستوى، يلقاو منتزهات في المستوى، بنيه تحتيه في المستوى، يلقاو واحد المجموعه من الاشياء التي غابت في مراحل عشنا فيها احنا الطفوله ديالنا، ما كانتش في البرنوسي، كان ديك الساعه باقي مقاطعه ناشئه. الان راه يخطو خطوات كبيره ان شاء الله، راه مشى ملعب راه يعوض بملعب كبير اللي هو ملعب اهراس، مشات الطرق وتعوضت بالطرق. المهم المقاطعه انا بالنسبه لي في عهد هذا الرئيس تنحو، لان هذا الرئيس هذا منذ مجيئه وتوليه المسؤوليه بدا يشتغل عن كتاب ويشتغل بجد وينسق، وانا نقدر نقول لك من اول رؤساء الدار البيضاء رئيس مقاطعه البرنوسي الذي قام بتفعيل مبدا الالتقائيه مع مجالس اخرى مثل العماله والجهه وداك الشيء، وهذا سيعود بالنفع على مسقط راسنا سيد البرنوسي ان شاء الله.